السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الرابع، الدرس بتاع النهاردة بيتكلم عن حاجة اسمها الاحتمال المشروط. إيه هو الاحتمال المشروط؟ تعال نرجع للخلف شوية. في آخر حاجة إحنا شرحناها اللي هو احتمال العادي اللي إحنا نهينا بالمحاضرة بتاعت الأسبوع اللي فات. الاحتمال العادي كان معناه ايه؟ كان معناه بيقول لي ان انا لو عندي سامبل سبيس، نواتج تجربه عشوائيه، ونواتج التجربه العشوائيه ديت في انا قدرت ان انا اكون حدث اسمه ايه، فانا لما كنت باجي اكون الحدث ايه ده او اكتب احتمال حدوث هذا الحدث، كنت بقول ان احتمال حدوث الايه زي ما خدنا الاسبوع اللي فات، احتمال حدوث الايه هو عبارة عن عدد العناصر الموجودة داخل الايه على عدد العناصر الموجودة داخل السامبل سبيس. ده الاحتمال العادي اللي احنا نحينا بيه الاسبوع اللي فات. عشان اجيب احتمال اي حدث عبارة عن عدد العناصر الموجودة داخل هذا الحدث على عدد العناصر الموجودة داخل السامبل سبيس. انت لو بصيت للقانون ده، الطرف اللي في اليمين ده تلاقيه بسط ومقام، يعني معنى كده ان عدد العناصر الموجودة داخل الحدث ايه منسوبة إلى عدد العناصر الموجودة داخل السامبل سبيس. ده معناه إن الحدث إيه ما كانش يحصل ولا يكون له احتمال من الأساس إلا بحدوث السامبل سبيس، إلا بوجود حاجة اسمها السامبل سبيس. يبقى الاحتمال بتاع الإيه ده كان مشروط بوجود السامبل سبيس. لو السامبل سبيس مش موجودة يبقى مش موجود الحدث اللي اسمه إيه، فده بنسميه احتمال الإيه اللي إحنا كنا ممكن نسميه مجازاة كده احتمال الايه بشرط حدوث الاس. العلامة دي اسمها بشرط حدوث الاس. يعني ممكن اقول ان دي هي نفسها احتمال الايه اللي احنا بنتكلم عليه. هو ده درس النهاردة، ان احتمال اي حدث من الاحداث اللي فاتت بتاعت زمان اللي انا كنت بسبها البروبابيليتي واسكت، هي في الاصل احتمالات مشروطة بحدوث الاس. يعني ممكن اسميها البروبابيليتي اوف ايه، وده الرمز الاكثر انتشارا طالما ان هو منسوب للاس، او ممكن اسميها البروبابيليتي الايه بشرط حدوث الاس. بشرط حدوث الاس يبقى معنى كده ان انا في البدايه لازم الاس هي اللي تحصل، واي حدث بعد كده هو منسوب له، يبقى بيساوي عدد العناصر داخل الايه على عدد العناصر داخل السامبل سبيس. انت لو بصيت لعدد العناصر جوه الايه ديت، المنطقه دي ممكن استبدلها بايه؟ ممكن استبدلها بعدد العناصر داخل منطقه التقاطع ما بين الايه والاس. ما هي نفسها الايه، ما هو الايه تقاطع الاس هو الايه، ده كله منسوب لمين؟ منسوب لعدد عناصر الاس. يعني القانون ده هو نفس القانون ده بالظبط، ان انا اقول ان احتمال الايه بيساوي عدد العناصر جوه الايه على عدد العناصر داخل السامبل سبيس. طب هو انا العناصر اللي جوه ايه او منطقه الايه او الحدث بتاع الايه ده مش هو عباره عن الايه تقاطع الاس؟ الايه تقاطع الاس يدينا مين؟ يدينا الايه. يعني ممكن القانون ده ينكتب بصوره تانية ان هو عباره عن عدد العناصر الموجوده ده داخل منطقه التقاطع ما بين الايه والاس على عدد العناصر داخل السامبل سبيس. لحد كده ما عندناش مشكله. طب اللي جاي بقى، العنوان بتاع الدرس النهارده بيقول الكونديشنال بروبرتي، الاحتمال المشروط، بس مش مشروط بحدوث الاس، لان الاس ده شيء منطقي ومنهي منه ان لازم تحصل. طب لو عندي حدثين ايه وبي، وانا بقول ان انا عايز احتمال حدوث الايه بشرط حدوث البي، يعني انا رابط ان الايه يحصل بشرط ان البي لازم تحصل، هو ده اللي هنتكلم عليه النهارده. فالموضوع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الاحتمال المشروط، فبيقول لي ان انا لو عندي تجربه عشوائيه فيها حدثين A و B دول نواتج التجربه العشوائيه، فاحتمال حدوث الحدث A لما اكون متاكد ان الحدث B لازم يكون حدث بالفعل بنسميه الكونديشنال بروبابيلتي، بنديه رمز B A بشرط حدوث B. الرمز ده بيقرأ the probability that A occurs given that B occurs، أو ممكن يقرأ the probability of A given B. معناه
ان انا بقول ان انا عايز احتمال حدوث الحدث A بشرط ان الحدث B يكون قد وقع بالفعل. ده معناه من خلال كلامنا على الكونديشنال بروبرتي ان احنا بنتعامل مع منطقة سامبل سبيس جديدة اسمها البي. يعني بدل ما كنت بنسب احتمال اي حدث للسامبل سبيس، عشان كده كنت لما اقول ان انا عايز احتمال الحدث A فكنت بقول ان هو عدد العناصر داخل هذا الحدث على عدد العناصر داخل السامبل سبيس اللي هي منسوبة لها، لا ده الاحتمال المشروط، ده انا هنسب حدثين لبعض. فلو بتكلم عن احتمال حدوث الـ A بشرط حدوث الـ B، فانا بتكلم ان الحدث A دلوقتي منسوب او مشروط بحدوث الحدث B، ده معناها ان انا بتعامل مع منطقة سامبل سبيس جديدة اللي اسمها B. فانا هعتبر ان السامبل سبيس الجديدة اللي اسمها B، او بمعنى تاني ان انا هستبدل في القوانين بتاعة الاحتمالات العادية المنطقة الجديدة اللي اسمها B تستبدل مكان الاس. يبقى معنى كده ان انا بنسب احتمال الحدث A لمنطقة سامبل سبيس جديدة اسمها S. طيب لو بصينا للرسمة الموجودة قدامنا ديت، انا عندي ادي الحدثين A و B، وانا بتكلم عن احتمال حدوث الـ A بشرط حدوث الـ B. هل اعرف اجيب احتمال الـ B؟ اعرف اجيب من المحاضرة اللي فاتت ان احتمال اي حدث عدد العناصر داخل هذا الحدث على عدد عناصر داخل السامبل سبيس. خلي بالك من اول حاجة انا شرحتها في محاضرة النهاردة، ان انا قلت ان انا لما اجي اجيب احتمال الـ A هو نفسه لما اقول لك احتمال الـ A بشرط حدوث الـ S، وكان بيساوي عدد العناصر داخل الـ A على عدد العناصر داخل الـ S. وقلت لك في اول شريحة ان انا ممكن استبدل البسط اللي هو عدد العناصر بتاعت الـ A بعدد العناصر داخل منطقة التقاطع ما بين الـ A والـ S، لان التقاطع ما بين الـ A والـ S يدينا مين؟ يدينا ايه؟ يبقى اصل القانون كان بيقول ان هو عبارة عن عدد العناصر داخل منطقة التقاطع ما بين الـ A وفضاء الاحتمال النواتج على عدد العناصر داخل فضاء النواتج. تعالى هنا بقى نرجع نربط الحاجتين ببعض. هو انا لما اقول ان انا عايز احتمال حدوث الـ A بشرط حدوث الـ B، هي فين المنطقة اللي بتحقق الاتنين مع بعض، ان الـ A يحصل والبي يحصل؟ لان انا بقول ان البي هيحصل الاول. انا عايز احتمال الايه بشرط حدوث البي، يبقى انا بتكلم عن المنطقة الموجودة ما بين الايه والبي اللي هي منطقة التقاطع. يبقى دي هي المنطقة اللي انا عايز اروح اجيب لها الاحتمال، دي هي منطقة ايه؟ احتمال الايه بشرط حدوث البي. بس هي منسوبة لمين؟ منسوبة لفضاء النواتج الجديد اللي اسمه بي. يبقى معنى كده ان احتمال الايه بشرط حدوث البي بيساوي عدد العناصر داخل منطقة التقاطع على عدد العناصر داخل البي، اللي هو هيقول القانون اللي هو عبارة عن احتمال منطقة التقاطع على احتمال البي. وده هيقول او هيخلينا نروح لتعريف يعني ايه conditional probability بالترمات بتاعتنا. التعريف الخاص بالconditional probability الاحتمال المشروط بيقول لي ان احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B بيساوي عبارة عن احتمال الـ A تقاطع الـ B على احتمال الـ B، بشرط ان احتمال الـ B لا يساوي 0. وده معناه ان لو احتمال الـ B سوى 0 بقى القانون ده لا معنى له. ولازم ناخد في الاعتبار ان قوانين الاحتمال المشروط ما خرجتش خارج نطاق قوانين دالة الاحتمال العادية اللي احنا عارفينها اللي خوضينا المحاضرة اللي فاتت، ان لازم القوانين دي لازم تحقق المسلمات الثلاثة الخاصة بدالة الاحتمال. بعض ملاحظات خطة في الاعتبار ان الـ conditional probability of an event A given an event B، يعني الـ probability of A بشرط حدوث الـ B لا تساوي الاحتمال المشروط للـ B بشرط حدوث الـ A، يعني احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B لا يساوي احتمال الـ B بشرط حدوث الـ A. بالرغم خلي بالك ان القانون ده عبارة عن بسط ومقام، البسط للحالتين واحد اللي هو احتمال منطقة التقاطع بين الـ A والـ B، المقام هو اللي مختلف. في احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B أنا بنسب على منطقة فضاء النواتج الجديدة اللي هي احتمال الـ B. في احتمال الـ B بشرط حدوث الـ A أنا بقسم أو بنسب لاحتمال منطقة فضاء النواتج الجديدة اللي هي الـ A. إن الـ conditional probability for the complement event of A given an event B، يعني احتمال الـ A complement بشرط حدوث الـ B
بيساوي 1 ناقص احتمال البي بشرط حدوث الايه. The conditional probability of an event A given sample space S، ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، تعال نشوف هي هتساوي ايه. كلمة الف اول شريحة، احتمال الـ A بشرط حدوث الـ S عبارة عن ايه؟ عبارة عن احتمال منطقة التقاطع ما بين الـ A والـ S على احتمال الـ S. طب منطقة التقاطع ما بين الـ A والـ S هي مين؟ هي الـ A، يبقى احتمال الـ A على احتمال منطقة السامبل سبيس بواحد، يبقى معنى كده هي نفسها احتمال الـ A. يبقى أي احتمال مشروط لحدث منسوب للسامبل سبيس هو نفسه احتمال هذا الحدث. احتمال الـ B بشرط حدوث الـ S هو احتمال الـ B، احتمال الـ C بشرط حدوث الـ S هو احتمال السي. تعالى ناخد مثال بيقول لي find the probability that a single toss of a die، يعني ان هرمي زهر طاوله مره واحده فقط، results in a number less than 4f. اوجد احتمال ان الرقم اللي طالع من القاء زهر طاوله مره واحده فقط يكون اقل من 4f، وطبعا f دي اداه شرط، يبقى انا بتكلم على احتمال مشهور. if no other information given، يعني لو ما عنديش شروط لهذا الحدث يبقى انا بتكلم على احتمال هذا الحدث. وهنشوف دلوقتي if it is given that the toss result in an odd number، لو مشروطه بحدوث حدث فردي، يعني انا بقول لك اوجد الاحتمال ان العدد اللي يطلع يكون اقل من الاربعه بشرط ان يكون قد وقع حدث فردي، بشرط it is given that ان الرميه اللي عندي تكون even number. تعال نوضح الكلام ده بالتفصيل. انا عندي السامبل سبيس بتاعت اي تجربه، بتاعت تجربه القاء زهر طاوله مره واحده فقط، اس بتساوي 1 2 3 لحد 6. هفترض ان انا عندي حدث اسمه بي، ده بيضم لي الحدث الموجود في راس السؤال فوق اللي هو the event less than 4 اللي يبقى 1 و2 و3. هفترض ان انا عندي حدث اسمه ايه، ده فيه الأحد مجموعة الأعداد الفردية the event odd number 1 3 5. هفترض إن أنا عندي حدث اسم C بيضم لي مجموعة الأعداد الزوجية 2 4 6. في الحالة الأولانية إن أنا عايز احتمال إن الـ B يحصل، احتمال إن الـ B يحصل، بس مفيش عندي مش رابطه بأي احتمال قبلي. ده معناه ان الاحتمال العادي اللي هو عباره عن عدد العناصر الموجوده داخل الحدث على عدد العناصر الموجوده داخل السامبل سبيس، يعني عباره عن 3 على 6 يعني بيساوي نص. المطلوب الثاني انا عايز ان الرقم اللي يطلع يكون اقل من الاربعه بشرط ان يكون اود نمبر. ده معناها ان انا عايز احتمال الاي بشرط حدوث البي، سوري، احتمال البي بشرط حدوث البي، الاي، البي ده بالنسبه لنا اللي هو العدد الاقل من الاربعه، والاي ده بالنسبه لنا اللي هو العدد الفردي. يبقى الاول هجيب احتمال حدوث العدد الفردي اللي هو كان 1 و3 و5، عدد العناصر جواه على عدد عناصر جهه السامبل سبيس ب1 و2، يبقى 1 على 2. اجيب منطقه التقاطع ما بين الاي والبي، البي اللي هي الاعداد الاقل من الاربعه، الاي اللي هي الاعداد الفرديه، فمنطقه التقاطع ما بينهم 1 و3. اجيب احتمال حدوث منطقه التقاطع عبارة عن عدد العناصر داخل منطقة التقاطع على عدد العناصر داخل السامبل سبيس بتساوي 2 على 6 يعني بتساوي 1 على 3. وبعد كده هجيب احتمال الـ A بشرط احتمال الـ B بشرط حدوث الـ A اللي هتبقى عبارة عن احتمال منطقة التقاطع اللي هي طالعة بواحد على 3 على احتمال الحدث A اللي هو طالع بواحد على 2، فيطلع الناتج اللي عندي باتنين على 3. ده المطلوب رقم 2. المطلوب رقم 3 بيقول لي أنا عايز احتمال إن العدد اللي يطلع يكون أقل من 4 ده راس السؤال اللي إحنا سميناه الحدث B، بشرط إنه يكون عدد زوجي، يعني عايز احتمال البي بشرط حدوث، عايز احتمال البي بشرط حدوث السي. يبقى لازم اجيب احتمال السي الاول اللي هو العدد الزوجي عباره عن نص. التقاطع ما بين الاي والسي، الاي كانت عباره عن 1 و2 و3 والسي كانت عباره عن 2 و4 و6، فما بينهم عنصر واحد مشترك اللي هو الاثنين. احتمال حدوث منطقه التقاطع بتساوي 1 على 6. احتمال البي بشرط حدوث السي عباره عن احتمال منطقه التقاطع على احتمال
الفضاء العينه الجديد اللي هو سي بيساوي 1 على 6 على 1 على 2 بيساوي 1 على. مثال ثاني بيقول لي عندي 3 كونز ار توست، عندي 3 عملات هيتم رميهم. فايند ذا بروبابيلتي ذات اول ار هيتس اف، يعني ده الحدث الرئيسي اللي انا هتكلم عليه، ان كل العناصر اللي تطلع تكون هيت. اف بشرط المطلوب الاولاني فيرست كون از هيت، المطلوب الثاني ات ليست وان اوف ذا كون از هيت. تعال نشوف الحاجه. اولا اول حاجه لازم اروح اكتب السامبل سبيس، وعشان اجيب عدد العناصر اللي موجوده داخل السامبل سبيس القانون خدناه في المحاضرات اللي فاتت عباره عن 2 مرفوع على الباور ان، اللي هي عباره عن الكي مرفوع على الباور ان، والكي اللي هي عدد العناصر في التجربه العشوائيه لمره واحده فقط. فانا لو رميت عمله مره واحده فقط هيظهر يا كي يا اتش يا تي، فاتنين على عدد مرات تكرار التجربه اللي هي التجربه اتكررت 3 مرات يبقى 2 مرفوع على الباور 3 اللي هي 8. يبقى انا هيظهر لي 8 عناصر داخل السامبل سبيس، كل عنصر فيهم عباره عن 3 حاجات، حاجه تخص الرميه الاولى وحاجه تخص الرميه الثانيه وحاجه تخص الرميه الثالثه. ده السامبل سبيس اللي عندي. هسمي الحدث اي 1 مثلا اللي هو الحدث الرئيسي اللي في راس السؤال، ان كل العناصر اللي تطلع هيت، all outcomes are hit، اللي هو عباره عن اتش واتش واتش. احتمال حدوثه عباره عن عدد العناصر الموجوده داخل الحدث على عدد عناصر السامبل سبيس، يعني 1 على 8. هسمي الحدث اي 2 اللي هو في المطلوب رقم اي، اللي هو حدث ان تكون فيرست تكون از هيت، يعني اول رميه تكون هيت. تبقى من السامبل سبيس دي هكون حدث جديد، هاخد اي عنصر يكون فيه اول رميه كانت اتش، هيبقى عباره عن اتش واتش، اتش وتي، اتش وتي واتش، واتش وتي وتي. عندي اربع عناصر، احتمال حدوثه عباره عن 4 على 8 يعني بنص. هسمي الحدث الثالث ات ليست وان اوف ذا كون از هيت، على الاقل واحد من الرميات از هيت. وخلي بالك فرق ما بين ات ليست وات موست، على الاقل يعني ما يقلش عن كده. لازم كل عنصر من العناصر الموجوده داخل الحدث الجديد اللي هسميه اي 3 يحتوي على هيد واحده، وممكن يحتوي على اكتر من هيد بس ما يقلش عن هيد واحده. انما الات موست على الاكثر وان هيد مثلا، يبقى اكثر حاجه ممكن تظهر في اي اليمنت هي هيد واحده وممكن ما يظهرش. خلينا في اللعب في المساله قدامنا ات ليست، يبقى عندي حدث اسمه اي 3 ات ليست وان اوف ذا كول از هيد، على الاقل واحد من العناصر اللي عندي من الرميات داخل اي عنصر يكون هيت. تنفع اتش واتش واتش، تنفع اتش واتش وتي، تنفع اتش وتي واتش، تنفع اتش وتي وتي. هيبقى عندي 7 عناصر على 8 سامبل سبيس، وده الاحتمال. المطلوب الاولاني انا عايز احتمال ان الحدث من العنصر اللي اختاره يكون كله اتش بشرط ان يكون فيرست يكون از هيت، يعني عايز احتمال الاي 1 بشرط حدوث الاي 2. يبقى لازم اجيب الاول منطقة التقاطع ما بين الاي 1 والاي 2، هتلاقي اتش واتش واتش. التقاطع ما بين الاي احتمال التقاطع ما بين الاي 1 والاي 2 هيبقى 1 على 8. احتمال الاي 1 بشرط حدوث الاي 2 عبارة عن احتمال التقاطع على احتمال الاي 2 تطلع بره. المطلوب الثاني ات ليست وان اوف ذا هيد از هيد، وان اوف ذا كون از هيد، اللي هو الحدث الثالث اللي قدامنا ده. هجيب التقاطع ما بين الاي 1 والاي 3 هيطلع في الاتش والاتش والاتش فقط، الاحتمال 1 على 8، وهطبق قانون الاحتمال المشروط يطلع ب 1 على 7. ندخل على حاجه اسمها المالتيبليكيشن اند توتال بروبابيليتيز، قاعده نظريه او قواعد الضرب والاحتمال بالكل. هنبدا بالمالتيبليكيشن رول، قاعده الضرب. أنا بيقول لي إن أنا لو عندي حدثين A و B، فاحتمال الـ A بشرط حدوث الـ B عبارة عن احتمال التقاطع على احتمال الـ B، احتمال الـ B بشرط حدوث الـ A عبارة عن احتمال التقاطع على احتمال الـ A. لو في القانون الأولاني ده خد ضربت طرفين في وسطين، يبقى احتمال التقاطع عبارة عن احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B في احتمال الـ B. التقاطع اللي هو نفسه التقاطع عبارة عن احتمال الـ B بشرط حدوث الـ A في احتمال الـ A، ده بنسميه المالتيبليكيشن رول. يبقى احتمال الـ A تقاطع الـ B ممكن أجيبه من احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B في احتمال الـ B، أو أجيبه من احتمال الـ B بشرط حدوث الـ A في احتمال الـ A. التوتال بروبابيليتي رول، قاعدة الاحتمال الكلي أو نظرية الاحتمال الكلي.
لاستنتاج هذه النظريه سوف نستخدم قاعده الضرب اللي احنا لسه مخلصينها دلوقتي. لإيجاد الاحتمالات في منطقة التقاطع. نظرية الاحتمال الكلي بقول بنفترض إن فراغ عندي تجربة عشوائية لها فراغ عينة اسمه S. فراغ العينة S ده هقسمه لN من الإيفنتس B1 B2 لحد BN زي ما شايف كده بشرط. يعني عندي سامبل سبيس اهيت ناتج تجربة عشوائية، قسمت السامبل سبيس دي كلها لمجموعة من الأحداث N من الأحداث بواحد باتنين بتلاتة لحد زي في الرسم قدامنا كده لحد بخمسة مثلا. ان كل الاحداث دي ار ماتشوال ايفنتس، كل الاحداث دي احداث متناقضه، يعني التقاطع ما بينها بفاي، تقاطع بين البي 1 والبي 2 بفاي، تقاطع بين البي 2 والبي 3 بفاي وهكذا. ان اتحادهم يديني السامبل سبيس، لان انا قلت في البدايه ان انا هفترض ان انا عندي سامبل سبيس لتجربه عشوائيه معينه، قسمت السامبل سبيس كلها لعدد من الاحداث المتناقضه، ده معناها ان اتحادها لازم يديني السامبل سبيس، يبقى البي 1 اتحاد البي 2 اتحاد البي 3 لحد اتحاد البي ان هيديني السامبل سبيس. ده لو معناها لو دخلت عليهم داله الاحتمال فاحتمال البي 1 زائد احتمال البي 2 زائد احتمال الهاد احتمال البي ان بيساوي احتمال البي اس بيساوي 1. القاعده دي اللي احنا كنا بنستخدمها في اثبات قوانين الاحتمالات اللي خدناها في المحاضرات اللي قبل كده. ان انا لو عندي احداث متناقضه ودي كانت مسلمات داله الاحتمال، لو عندي مجموعة من الأحداث المتناقضة فاحتمال البي 1 اتحاد البي 2 اتحاد البي 3 لحد اتحاد البي ان بيساوي احتمال الاس، احتمال الاس بواحد. طب ده احتمال اتحاد مجموعة من الأحداث المتناقضة عبارة عن اتحاد مجموعهم، فاحتمال بي 1 زائد احتمال بي 2 زائد لحد احتمال بي ان ده كله بيساوي 1. وهفترض ان عندنا حدث اسمه ايه داخل فراغ العينه كما في الشكل، بحيث ان هذا الحدث يقطع كل الاحداث السابقه. طبعا سيبنا من الحدث ايه دلوقتي، ده انا كان عندي مجموعه من الاحداث ب1 لحد ب5 اللي كنت قسمت فضاء العينه لها، انا عندي بقى حدث اسمه ايه داخل فضاء العينه ده، بحيث ان الحدث ده بيقطع كل الاحداث اللي عندي السابقه اللي هي من ب1 لحد ال-BN. فعلى سبيل المثال المنطقه دي مثلا عباره عن تقاطع الـ A مع الـ B1، المنطقة دي عبارة عن تقاطع الـ A مع الـ B2، المنطقة دي عبارة عن تقاطع الـ A مع الـ B4، المنطقة دي عبارة عن تقاطع الـ A مع الـ B5، المنطقة دي عبارة عن تقاطع الـ A مع الـ B3. إذا سوف يمكن كتابة حدث A كالآتي، يعني ممكن أقول إن الحدث A عبارة عن A تقاطع الـ B1 زائد الـ A تقاطع الـ B2 زائد الـ A تقاطع الـ B3 لحد الـ A تقاطع الـ BN. طب لو دخلت عليهم دالة الاحتمال ده معناها إن احتمال الـ A عبارة عن احتمال A تقاطع الـ B1 زائد A تقاطع الـ B2 زائد A تقاطع الـ B3 لحد A تقاطع الـ BN. من قانون أو قاعدة الـ Multiplication Rule، قانون الـ Multiplication Rule للـ Conditional Probability، إن احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B1 بيساوي احتمال الـ A تقاطع الـ B1 احتمال الـ B1 اضرب طرفين في وسطين، يبقى معنى كده إن احتمال الـ A تقاطع الـ B1 اللي هي الموجودة فوق هنا بيساوي احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B1 مضروبة في الـ B1. نفس الموضوع، احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B2 بيساوي احتمال التقاطع بين الـ A والـ B2 على احتمال الـ B1. يبقى ضرب طرفين وسطين، يبقى احتمال الـ A تقاطع الـ B2 بيساوي احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B2 في الـ B2 وهكذا لحد آخر حدث. عوض بهذه القوانين في المعادلة بتاعة الـ BA ينتج لنا إن احتمال الـ A بيساوي احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B1 مضروبة في احتمال الـ B1 زائد احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B2 مضروبة في احتمال الـ B2 وهكذا. يعني ممكن نقول إن هي عبارة عن سمشن من جي بتساوي 1 لـ N، احتمال الـ A بشرط حدوث الـ BJ مضروبة في احتمال الـ BJ.
مثال في محطة عندنا 3 مكانات بي 1 وبي 2 وبي 3. البي 1 بتنتج لي 30% من المنتجات، البي 2 45%، البي 3 25%. المفروض عشان اطبق عليها قانون توتال بروبابيلتي ان المفروض ان مجموع الاحداث او مجموع النواتج دي يطلع 100%. يعني لو جمعت ال 30% وال 45% وال 25% يطلع 100%. ليه؟ كده انا بضمن ان الثلاث مكانات دول مفيش مكنه رابعه. يعني الثلاث مكانات دول هم بيطلعوا لي كل المنتجات اللي بتنتج من داخل هذه المحطه. It is known from the past experience، من الخبرات السابقه، ان المكنه بي 1 بتطلع 2% من المنتجات اللي عندي مصابه، المكنه بي 2 بتطلع 3% من المنتجات مصابه، المكنه بي 3 بتطلع 2% من المنتجات مصابه. What is the probability that it is detective؟ ما هو احتمال ان انا لما اختار منتج من المنتجات اللي طالعه من المحطه ديت يطلع مصاب؟ ده معناه ان انا عندي في المحطه 3 مكانات بيمثلوا لي السامبل سبيس، كل مكنه لها عدد من المنتجات معين، وكل مكنه بتطلع لي مجموعه من المنتجات المصابه او المعابه. ده معناها ان انا هنشئ حدث جديد مثلا اسمه ايه؟ الحدث ده هلم فيه وهيبقى سلة المنتجات المصابة، فهطبق القانون اللي احنا خدناه قبل كده. ان احتمال الـ A بتساوي احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B1 في احتمال الـ B1 هكذا لحد المكنة التالتة. احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B1 بـ3 من 10 اللي هي كانت 30% في احتمال البي 1 اللي هو سوري احتمال الاي بشرط حدوث البي 1 ب2%، احتمال البي 1 ب3 من 10، احتمال الاي بشرط حدوث البي 2 يعني احتمال ان المنتج اللي انا اختاره ويطلع مصاب ويكون من المكنه بي 2 كان 3%، في احتمال المنتجات اللي طالعه من المكنه الثانيه اللي هي 45%، زائد احتمال الـ A بشرط حدوث الـ B 3. معناها تاني أكرر، هي احتمال إن أنا أجي أختار منتج يطلع مصاب بشرط يكون من المكنة B 3 كان 2% في احتمال المنتجات اللي طالعة من المكنة 3، ويطلع الاحتمال الـ A علامة بوينت 0.245. شكرا.